يسعدني أن ينضم لي في هذه المساحة القانونية الأستاذ المحامي والمستشار القانوني يحيى الغافري. مساك الله بالخير أستاذ يحيى. مساكم الله بالخير أستاذ جمانة، ومسي على المتابعين والمتابعات عبر الأثير. حياك الله عبر أثير الشبيبة FM. إذن أستاذ يحيى، في هذه المساحة راح نتعرف معاك على رأي القانون فيما يتعلق بالقيام بهذه المقالب الثقيلة وتصويرها ونشرها أيضا، ونشهد مثل ما تفضلت الكثير من هذه التحديات وأشياء كثيرة عموما، يعني إحنا نقوم بعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي وما نعرف إيش هي الإجراءات أو إيش هي الجانب القانوني المترتب عليها. اليوم إذن راح نتحدث ونفصل في كل شيء وما جاء في القانون فيما يتعلق بهذه المقالب. إيش رأيك في هذا الموضوع أستاذ يحيى؟ المقالب هي نوع من السلوكيات التي تتميز بالدعابة والمرح والخفة والفكاهة، يقوم بها البعض بقصد التسلية والترفيه والخروج عن ضغوطات الحياة وهمومها، وهي مقالب محببة للنفس وتدفع السآمة والنكد وتفرج عن الناس الضيق والأحزان. وهذا النوع من المقالب أو الكاميرات الخفية لا إشكال فيه، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بقانون. وقد ترك المجال للناس ليتفاعلوا مع حياتهم وفق الطرق التي يختارونها، فهم أحرار، وهناك حرية في التصرفات ولا وصاية على الناس وعلى أفكارهم. ووفق هذه الحرية الناس لهم أن يفعلوا ما يشاءوا ويصوروا ما يريدوا وينتجوا وينشروا ما تميل إليهم تميل إليه أنفسهم طبقا لهذه الحرية ووفقا للشروط التي ممكن أن نستعرضها في المجريات القادمة للحلقة. نعم، لكن أحيانا أستاذ يحيى ممكن أنه يعني تحصل مثل هذه المواقف تخرج أو يخرج هذا المقلب عن النطاق اللي أنت ذكرته، بالتالي هل هناك علاج قانوني له؟ نعم أستاذ، إذا خرجت محتويات المقالب عن الرزانة والاتزان والحدود وأدت تلك الأفعال إلى أذى نفسي للشخص المؤدى عليه المقلب، أو أدى إلى فعل خادش للحياة، أو أدى إلى ضرر مادي أو إصابات لا قدر الله، أو حتى إلى الوفاة، فإن القانون لم يغفل ذلك، والمشرع العماني عالج كل هذه الإشكاليات المتوقعة، وهناك تفريد تشريعي وقانوني لكل مخالفة، ويتم إسقاط المواد الملائمة لها بعد دراسة أهل الاختصاص وهم أعضاء الادعاء العام أو حتى مأموري الضبط القضائي الذين عندهم صلاحية الإحالة، فيتم تشكيل الوصف والقيد الملائم لكل واقعة، والقوانين التي يمكن أن يتعامل بها في هذه المقاطع والمقالب الخارجة عن النطاق السليم والخارجة عن نطاق الحرية التي كفلت للناس هي قانون الجزاء العماني، لا سيما الباب التاسع في شأن الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته، وتحديدا في الفصل الثاني وهو الاعتداء على سلامة الإنسان. أما إذا صاحب ذلك الاعتداء الأذى الذي مورس على الذي تم عليه المقلب ولم يكن ذلك أيضا برضا ذلك الشخص، إذا صاحبه نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك أيضا يؤدي إلى مخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إذن هذه المقالب المؤذية والتي فيها تجاوز للحرية والحدود تعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويتم فعلا في الواقع تتم إحالة المتجاوزين
لهذه القوانين والتي يتم رصد مقاطعهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم الادعاء العام مشكورا بإحالتهم إلى المحاكمات وينالوا محاكمات عادلة وفق هذا الشرح الذي أوردته قبل قليل، وكل حالة تفرد على حدة وفقا للمواد التي تسقط عليه، وهذا واقع ووصلوا إلى المحاكم ونالوا العقوبة التي يستحقونها بمحاكمات عادلة ونزيهة. نعم ممتاز. بما أنه أغلب مثل هذه المقالب يعني تكون أو تدور في إطار اجتماعي، يعني يقول لك مثلا هذا أخوي أو هذا صديقي أو زميلي، فبالتالي إحنا حرين أو مثلا الجميع موافق وما حد عنده مشكلة وما حد عنده اعتراض، هل هذا الشيء يعني خلاص يخليهم هم مثل ما إحنا نقول في السيف سايد؟ لا لا لا، الصداقة مبنية على الاحترام والود وليس على الإهانة وليس على الإيذاء. هل يرضى الصديق بأن يجعل صديقه سخرية للآخرين وأن يكون مسخرة للناس ثم يعني ينتشر هذا المقطع في الآفاق ويلف كل العالم؟ هل يرضى؟ هل هذه مقتضيات الصداقة؟ ثم هل يعلم هذا الشخص الذي يجري هذه المقالب الثقيلة، هل يعلم حالة ذلك الإنسان؟ ربما يكون مريضا أو عنده مرض القلب لا قدر الله، أو أحد الأمراض النفسية التي تؤدي الصدمة إلى نتائج سيئة لا تحمد عقباها، قد يؤدي إلى ردة فعل عكسية. صاحب المقطع قد يكون أراد الفكاهة ولم يقصد الإهانة ولم يقصد الإساءة لصديقه أو صاحبه أو زوجته، أو حتى الأطفال الآن دخلوا يعني كضحايا لهذه المقالب، لكنه لا يعلم الغيب. يعني من هول الصدمة قد يصاب المجني عليه بسكتة قلبية، أو قد يؤدي إلى ارتكابه لجريمة، فماذا ينفعه بعد ذلك الضحك والتندر على الآخرين؟ كل شيء وارد، وفي أحسن الأحوال قد يؤدي إلى زعل وخصومة طويلة، وقد تصل إلى المحاكم بعد أن كانوا أصدقاء وكان كل شيء عادي بينهم. فما الداعي إلى هذا النوع من المقالب الثقيلة أو الخطيرة التي تؤدي إلى تعريض السلامة للخطر؟ يعني كان هنالك في سعة في يعني مجالات كثيرة وواسعة للإنسان أن يختارها ويعني يضحك في إطارها ويدخل السرور والبهجة على الآخرين بدون الدخول في هذا النوع من المقالب الثقيلة والمؤذية. نعم ممتاز. وإلى جانب هذه المقالب أيضا هناك تحدي، يعني يكون مثلا قائم يتحدى بعض في شيء معين، لعبة معينة أو نشاط معين، هل أيضا التحديات تشملها هذه المادة القانونية؟ نعم نعم، التحديات إذا كانت لأسباب مشروعة وسامية والطرق والوسائل يعني آمنة وسليمة لا إشكال فيها، ولكن إذا خرجت عن إطار السلامة وخرجت عن السياق فحكمها حكم المقالب السالفة الذكر. التحديات حقيقة لاحظنا بسبب التحديات يعني هنالك مشاكل ووقايا حصلت، تحديات دخل فيها أطفال، دخلوا فيها يعني صغار السن، الجميع دخل فيها. فالتحديات يعني يجب أن تؤطر بأطر وتكون أهدافها صحيحة وسامية ونبيلة، مثل تحديات ثقافية، تحديات علمية، تحديات ما تكون تحديات يعني فيها خطورة على الأطراف. نعم. طيب إيش هي هذه الخطورة في التحديات أو حتى في المقالب؟ الخطورة أستاذة أن هذه المقاطع قد يتلقفها أطفال. نعم. وصغار العقول ويقلدونها، فلا يحسن التقليد، لأن المقالب المصورة قد تكون تمثيلا، فيأتي طفل صغير أو شخص سطحي يعني ما عنده عمق في التفكير يأتي يقلد فيؤذي نفسه وغيره، يمكن يتحدى بأن يرمي نفسه من بناية يقفز أو من جبل أو يرمي نفسه في بحر أو حتى يشنق نفسه أو يتحدى على الانتحار أو يتحدى بأن يضرب الأب أو يضرب الأم أو يتحدى بأن يعمل مقلب في الابن، يعمل مقلب في الأب، يتصل ويقول أنا في المكان الفلاني وهو يكذب عليه.
ويؤدي ان الاب يخرج عن طوره. فهذه خطوره وخطوره هذه مفتوحه ومتنوعه، وقد شاهدنا بانفسنا الكثير من الاثار السيئه والاثار السلبيه على هذه المقاطع والتحديات التي اصبح البعض للاسف الشديد يقلدها وينتهج هذا المنهج للاسف. نعم، وأكيد كل من يسمعنا الحين بيكون كذا مر عليه في يوم الأيام أو صادف مقطع مثلا لمقلب معين أو لتحدي معين في مواقع التواصل الاجتماعي. من وجهة نظرك أستاذ يحيى، ليش صرنا نشوف بشكل كبير مثل هذه المقاطع، الفيديوهات التصويرية وهذه المحتويات بالتحديد، وإيش هي نصيحتك حيال هذا الأمر؟ بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر التي تم ذكرها في قبل قليل، أنا أرى من الأسباب هي طلب الشهرة وزيادة المتابعين بالرغم من فراغ المحتوى، وأيضا التقليد الأعمى. هذه أهم الأسباب لانتشار هذه المقاطع، وكان بودنا أن تكون يعني المحتويات عميقة في ثقافتها، ويعني عميقة في عطائها وفي إنتاجها، ونستخدم هذه الوسائل استخداما أمثل واستخدام جيد حتى يعني نستطيع أن نأخذ إيجابياتها ونترك سلبياتها. ونصيحتي لكل من يسمع هذه يعني المقابلة أن ما كل ما يعرض صحيح، بمعنى قد يكون أطراف المقلب أو من هم خلف الشاشة في الكاميرا الخفية قد يكون يمثلوا أصلا لينالوا متابعين وتأتيهم الشهرة، وهم أخذوا كل الاحتياطات اللازمة لذلك، مثل ما نشوف في خفة اليد وهكذا. قد يكون هناك اتفاق بين المصور والمخرج والجميع متفقون تمام الاتفاق على ذلك، فنحن علينا الجميع صغارا وكبارا أن نكون أكثر وعيا وثقافة وفهما للواقع. وأؤكد في الختام أننا لسنا ضد المقالب والفكاهة بشكل عام، فنحن نحب الكوميديا ولا نحب التزمت، ولكن بدون تجاوز للحدود وبدون تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر. ممتاز، مثل ما أنت ذكرت يعني ما حد ما يحب يضحك، لكن في بعض المحاذير اللي وجب التنويه عليها، خاصة في ظل استخدامنا المكثف لهذه الوسائل، وفي ظل أيضا تعرض الأطفال بشكل كبير لهذه المواد وهذه الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك أستاذ يحيى مشاركتنا اليوم هذه المساحة القانونية، وربما في كلمة أخيرة تحب توجهها للمستمعين، تفضل. شكرا جزيلا أستاذة، وأشكر إذاعة الشبيبة على هذه المقابلة، وأنا أنصح الجميع يعني متابعة الأطفال متابعة يعني دقيقة باستخدامهم لمواقع التواصل، وبتفهيم وتوعيتهم عن هذه المقالب والحديث معهم حتى نتجنب وقوع وقائع يعني محزنة ومؤسفة، ونسأل الله السلامة للجميع بإذن الله تعالى. المحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى الغافري، شكرا جزيلا لك. عفوا. شكرا.